أشرت إلى تصريحات رئيس الأركان الجزائري التي أثنى فيها على المحتجين، ولكنه أيضا قال بأن حاجة البلاد لحلول، يعني قال بأن البلاد بحاجة إلى حلول، وتعهد بحماية البلاد. هل يخشى بعد هذه التصريحات بأن هناك نوايا، واليوم ذكرت بعض الأنباء لا أدري مدى صحتها بأن هناك استدعاء لضباط شاركوا في العشرية السوداء، وبالتالي هل الجيش لديه نوايا ربما؟ لدى بعض الجنرالات لكن ليس الجيش. أولا دعنا نفصل بين الجنرالات ككل والجيش. الجيش في عمومه، والآن في أدلة على ذلك يعني، وهذه الجمعة القادمة سترى عسكريين باللباس العسكري يتظاهرون، أقولها لك من الآن يعني. الجيش في عمومه معادي جدا وكاره جدا للقيادة الحالية، لأنها ليس فقط في قضية الحكم، هذه الطريقة التي تحكم بها البلاد من خلف الستار، ولكن أيضا في قضية إدارة شؤون الجيش. معاناة أعضاء الجيش معاناة كبيرة جدا على كافة المستويات، سواء كانوا ضباط أو صف ضباط أو جنود، ولكن كلما نزلت في الرتبة كلما كانت المعاناة شديدة وكبيرة جدا، وبالتالي كان الغضب والكراهية شديدة. هم يعرفون أن في حالة تمرد غير معلنة الآن، نحن لا نريد تمرد داخل الجيش صراحة ليكون هذا واضحا، لكن لأنهم يعرفون أن هناك حالة تمرد فردية قد تتحول إلى جماعية، فهم يعرفون أنهم لن يستطيعوا استخدام الجيش مرة أخرى ليذبحوا به الشعب كما فعلوا في التسعينات. القول لكن وهناك جنرالات يقولون هذا بصراحة، يقول أنهم لا يمكن نذهب هذا الاتجاه، يعرفون أن هذا الاتجاه خطر عليهم قبل أن يكون خطر على الوطن وعلى الجيش ككل. لكن بطبيعة الحال هناك جنرالات متنطعين متشددين نهبوا مئات الملايين من الدولارات، لديهم أملاك بلا حدود، شقق، فيلات، أراضي، بنوك. هؤلاء طبعا بالنسبة إليهم هذه جنتهم التي تتهاوى تحت أرجلهم، وبالتالي يحاولون، لكن أعتقد أنهم قلة قليلة ولن يستطيعوا. صحيح أنهم ذهبوا حتى يطلبون الدعم الروسي والصيني إضافة للأمريكي والفرنسي، لكن اعتقادي أن حتى القوى العظمى لا تريد فوضى في الجزائر، لأن ذلك سيكون خطر كبير على أوروبا. ربما الروس قد يفكرون في هذا في مصلحتهم، لكن لا أعتقد أن الغربيين يذهبون هذا الاتجاه، بالرغم أن الدعم الرئيسي يظل هو القوى الغربية، فرنسا والولايات المتحدة تحديدا. طيب.